ما ابي اشوف خلاص. لا تطلعين، لا تطلعين من السياره. ايش قاعد يصير بالضبط؟ ما اقدر اشوف، ما اقدر اشوف، لا ما اقدر اطالع، ما اقدر اطالع، ما اقدر. اللي عارفني يعرف ان انا اكبر جبانه في العالم، بس ما ادري ليش لحين احب اشوف اشياء تخوف. كالعاده انا كنت على تيك توك قبل لا انام وشفت هذا الفيديو، ودخلت اعماق التيك توك وشفت اشياء تخوف وايد. في اليوم انا بشارككم في الفيديوهات اللي حصلتها، اللي قعدت يمكن لين نص الليل اطالعهم، وعقب طبعا ما قدرت انام. اذا تبون تشوفون الجنب الاخر من تيك توك keep watching. لا تنسون تسوون لنا لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، ويلا خلينا نبدي ويا الفيديو. انا ليش اسوي بنفسي؟ ليش؟ بيسكلي في شيء اسمه جوجل ايرث. جوجل ايرث عباره عن الكوكب كله، سو هذه لين صور ملتقطه بالاقمار الاصطناعيه والتضاريس الثلاثية الأبعاد للكرة الأرضية بكاملها، والمباني ثلاثية الأبعاد في مئات المدن حول العالم. المهم في ناس راحوا على جوجل ايرث، هذا الاكونت اسمه hidden on google earth، يعني اشياء مخشوشة على جوجل ايرث. هذا هو اول فيديو. انزين already فهو قاعد يدخل. انزين يسوي زوم على مكان عشوائي في العالم، يسوي زوم نفس ما انتم شايفين في جبال، انزين في يعني شوارع، هذه خريطة ما ادري وين بالضبط. وشفت بيت، بس هذا مو اللي احنا بنشوفه. اوكي في سيارتين وفي بيت في نص الدنيا. شنو هذا لحظة 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 دقيقة دقيقة، شنو هاي الدوائر؟ اوكي فهو بيودينا على الدوائر الحين. يمه من هالانسان، من هالانسان، ليش في واحد واقف؟ ليش في واحد واقف؟ لحظة، في هاي مكان عشوائي، هو بس سوى زوم اماكن عشوائية. ايش قاعد يصير بالضبط؟ ما اقدر اشوف، ما اقدر اشوف، ما اقدر اشوف. لحظة، شلون؟ 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 في واحد واقف هناك لابس ابيض من فوق لتحت، انزين، وبعدين في ناس متجمعين ما ادري ايش قاعدين يسوون بالضبط، كلهم لابسين ابيض. ليش رايحين وسط الصحراء؟ ايش قاعدين يسوون هناك؟ ما في احد حواليهم، ايش قاعدين يسوون؟ يا اخي شنو هذا؟ يما لحظة لازم اشوف فيديو ثاني من هذا الاكونت. اوكي فهاي فيلم كنا رايح، اوكي فهني ماي يعني ال 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 المحيط، ما اعرف اي محيط بالضبط، بس هاي يعني اتس ان اوشن. وفي جزيرة وقاعد يقرب، بس وين قاعد يروح؟ شنو هاي النقطة؟ هاي جزيرة وايد صغيرة. اوكي زوم اكثر، ما اقدر اطالع، ما اقدر اطالع، ما اقدر، اخاف شيء يطلع لي شيء يخوفني. انزين يلا زوم زوم ابي اشوف. شنو هاي السفينة؟ يعني هاي سفينة؟ اوكي توقعت شيء يكون يخوف اكثر، بس شلون هذه السفينة وصلت هناك؟ يعني ما في اي جزر حوالين هالمكان، شلون وصلوا هناك؟ بس anyways انا ما خفت وايد من هذه، خلينا نشوف اللي بعده. فاحنا للحين ما نعرف شنو بالضبط في تحت المحيط، تحت الاوشن، يعني وايد في كائنات للحين ما اكتشفناها، وايد في اسرار ما نعرفها، احنا بس اكتشفنا 3% من الاوشن كله. هذا الفيديو اكثر اشياء تخوف حصلناها تحت الماي. هذا عباره عن بحيره في تمثال قرش تحت الماي. يما القرش شكله يخوف. وي لحظه ليش شي مبتسم؟ جايز يا اخي ابي اشوف شيء يخوف صدق، يعني انا جيت عشان اخوف نفسي وانزين واخوفكم بعد وياي، وللحين ما حصلت شيء وايد يخوف غير عن اول فيديو، خلينا نجرب بعد. اوكي فهذه قاعده تقول شيز لايك لازم تشوفون هذا الشيء. لحظه حطت دائره، شنو هذا؟ لا تطلعين، لا تطلعين من السيارة، لا تطلعين من السيارة. ليش انتي سويتي كذي في روحك؟ انزين شفتي شيء يخوف؟ ليش تقربين صوبه؟ ليش؟ ليش رحتي هناك؟ اشوف نفس ايدين. لا 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 انا بطلع من الفيديو. اوكي الحين انا خفت، الحين انا خفت، انا خفت، خفت صدق صدق خفت. طلع لي فيديو ثاني من هذا الجوجل ايرث، يدخل ويزوم زوم زوم وضغط على نقطه موجوده هناك، والحين بنشوف شنو في هالنقطه. ما اقدر ما اقدر. شوفوا كل التماثيل تحت الماي. لا هذا شكله صدق الصراحه. شوفوا التماثيل تحت الماي، انا ما اقدر اشوف. ترى انا عادي اسبح في البحر، بس يعني احيانا افكر يمكن في شيء تحتي وانا ما اعرف، تعرفون؟ فلين اشوف اشياء نفس هذه. اوكي شنو هالخطوط؟ قاعد يقرب صوب النهر اظن، وبيكبس الحين على شيء، بيت. شنو
لحظة، اوكي ضغط ضغط ضغط. انا بس ما بي شيء يطلع لي، ما بي شيء يطلع، انا بروحي الحين. بسم الله. يما شنو هذا؟ ايش هالاشكال؟ ايش هالاشكال؟ That's so creepy. اخ ما بي اشوف، خلاص خلاص. اظن كذي، اظن كذي كفاية. قاعدة بروحي الحين، ما في حد وياي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب، وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك. واخر مره اصور فيديو نفس هذا مره ثانيه. باي.